لا بس سيلفي عم بتصور. انت واحد وقح كثير، حدا بشل الفيش الاور، عم بقلبك بسألك فلمني محل، ظهر ولا برا؟ استاذ جوني كيفك؟ اهلا اهلا. منيح؟ اهلا بالادم. مبروك المحل. يا حبيب قلبي. انا عم فل لكم شهر اخذينه. نعم. وما شاء الله مفول. الحمد لله. ماشي. حبة الناس هيدا. نحن وين موجودين هون؟ نحن موجودين بالبوتيك بار بالاشرفية. ايه. بنايت كلوب كثير حلو مميز. ايه. غير الكونسبت عن كل المحلات حلو. واحنا بنفتخر بال شو جايين نعمل؟ نعمل ضرب شادي الباشا. شو بدنا نسوي فيه؟ واحد نيسان. انت شو بدك قل لي؟ طق العيار، نزل له العيار. ارونا وشوفوا شو حيعمل فيه حسن عبد الله ب متفق ضرب انا وياك وجوزيف وشاربي. شاربي ليكم هلا ثلاثة متفقين على الفنان. ضرب ضرب ما تطلعوا ما تطلعوا احضروا احضروا لانه ضرب مبكر. انا حنزل بس انه عمل لك غنيه لاموت ويشرح صدر. طلبت منك غنيه غنيت لك اياها. بس 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 اموت ويشرح صدر. نازل يا خي نازل. عيب يا خي نازل. عيب يا خي نازل. بكره يطول وهو يطول لحظة
بدي تصور انا عزك علي اليوم بس تصور انا طلع دنزل يا اخي بتصور انا زال ما بدي اتصور مع حدا طب ليش شايف حالك يعني انا شايف انا غلط شيء حدا بتطفي له عم بتصور انا بدي انزل من هون اذا انت من عندك شغل عم بتصور انا ليش انزل عم بتصور انا عم بتصور من هون ما بدي سيلفي انزل لا بس سيلفي عم بتصور انت واحد لقح كثير حدا بشل لي فيش الاور عم بقلبك بسالك فلمني محل ظهر ولا برا ما بدي اياه شنو برا شنو برا هرب لحظه عم بسالك روح فلم لحظه انت بتعرف من عمه ما بعرفك خي ما بدي اعرف بتعرف من عمه ما بدي اعرف من عمك روح فلم انا الشباب انت شنو من هون يا خي عمي فوزي عمي فوزي عمي فوزي والله مين فوزي؟ ابو لوزي روح ولا على لا والله عمي فوزي لا عمي فوزي لا شيل من هون يا هلا شو بخش لحظة هي لحظة هي شيل هي لحظة يا خي روح روح هي لحظة انا من السكسي ليكي فهديتك يا بيبي لحظة نحن كاميرا خفية شغل نحن كاميرا خفية يا خي كاميرا خفية حسن عبد الله معك والله حسن عبد الله يا أبو الشاد رأت علينا يا أبو الشاد حسن عبد الله في الكاميرا معنا وهي واحدة هنيك بالوجه حسن عبد الله معك حلو طب ليش كل ما قلب بدك تاكل اكل يعني ما عمرنا مره عمرنا قلب بلا اكل يا حبيبي شو بدك ايه؟ سامحني عن جد حبيبي كثير بعتذر الو الو عن جد انا بصدق يكون بيناتكم الليله هيك لدرومي كاميرا خفيف بنعطيه زقفه كبيره لاحلى فنان عن جد بس انتم شفتوا شو الضرب كيف الضرب كان؟ أول شغلة بدي أتشكر خيي بوري اللي الاشتراك كان معه مع خيي جوزيف كمان خلاص خير شادي قطع على الدرب